السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1727 أفقي على مدار القمر نايلسات، كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر مرة أخرى، ظاهر هو 1727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة مشاهدينا الكرام، وضمن مسلسل انتهاكات القوات الحكومية وعدم مراعاتها للحرمات، قام عناصر من قوات الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة التابع لمحافظة التأميم بالتحرش بفتيات من أهالي القضاء، حيث رصدتهم كاميرا المراقبة في أحد محلات الصيرفة وهم يقومون بهذا الفعل اللا أخلاقي. فنشاهد. هذا يقول انا ما لي علاقه ولا اعرفه. لا شفت شلون حاضرين، وانا رحت جبت سعد من عند الحلاقين. من الحلاقين راد يفلت وما فلت. هذا نزل، هذا نزل، هذا راد يفلت وراه هو وهذا. هذا بالنص هددني هذا. اي صحيح يا بصيري. هسه رجعت اسالك ايش يقول له؟ هذا قال فات الحويجه. اي هذا اي صحيح. وابو جهاز الامن الوطني هالزير ما في. لا نبقى ضمن مسلسل الانتهاكات في العراق. هذا هذه الانتهاكات لم تقتصر فقط على القوات الحكومية، حيث قامت ميليشيا الحشد في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين بالاعتداء على رجل مسن تجاوز 80 عاما من العمر. الفيديو نشره ابن المعتدى عليه في موقع تويتر، وهو المواطن إدريس الآشوري، وقال في تغريدته التي سنقرأها مع حضراتكم الآن. في التغريدة كما نرى إدريس الآشوري يقول: نداء إلى أصحاب القرار والشأن، والدي الشيخ حسين إسماعيل حسن ذو 80 عام والمختطف في قضاء الشرقاط شمال تكريت يعذب على يد فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي. أطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل شخصيا والتحري عن مضمون هذا الفيديو وإطلاق سراح. طيب، هذه هي التغريدة، دعونا نشاهد المقطع الذي نشره ابن المعتدى عليه. هذا رجل كبير في السن يبلغ من العمر 80 عاما، يعتدى عليه من قبل من يسمون أنفسهم بحماة الأعراض، الذين خرجوا من فتوى
أقل ما يقال عنها إنها طائفية. دعونا نقرأ التعليقات التي وردت على هذه المقاطع. علي الكبيسي يقول: شنو هالحقد شايلي ذولا؟ في تعليق آخر الإعلامي حميد الجميلي يقول: دوام الحال من المحال. في تعليق آخر إسماعيل يقول: حتى لو فرضنا أن هذا الشيخ المسن من الدواعش، من أعطاهم المسؤولية في محاكمته وعقابه والاعتداء عليه؟ وفي آخر التعليقات رغد تقول: اليهودي ما يسوي سوايتهم، إن شلت يدهم قادرين على النسوان وكبار السن الضعفاء. إذا المشاهدين الكرام، طبعا كل المنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية أدانت الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد التي خرجت بفتوى من مرجعية النجف، أدانتها ودانت انتهاكاتها. بل قالت منظمة Human Rights Watch إن انتهاكات الحشد الشعبي ارتقت لتكون بحجم انتهاكات داعش، ولا يزال هذا الحشد وهذه الميليشيات مقننة من الدولة وتحمى، بل هي خط أحمر لدى السلطة. في موضوع آخر، مهندسو العقود والأجور في وزارة الكهرباء يخرجون بمظاهرة أمام مبنى وزارة الكهرباء في بغداد، حيث طالبوا بتعيينهم منذ شهور، إضافة لعدم صرف مستحقاتهم منذ شهور كذلك. فنشاهد. 18/8 إلى الآن معتصمين عقود وأجور مهندسي وزارة الكهرباء. اليوم تصعيدنا ومظاهرتنا السلمية صارت لأنه الكتاب اتفق ويانا الوزير وفلاح جرموط أنه كتاب يصعد من خلال المؤتمر سوينا وياهم، يصعد للوزارة رأس الوزراء أنه هم محتاجين مهندسين وغرفة الشروط اللي هم محتاجيها، ووعدونا بهذا الشيء. 3 أيام احنا التنسيقية يراجعون الوزارة وما سووا لنا أي شيء، ظلوا يمالطون بالكتاب وكل شيء ما سووا. مشاهدينا، عناصر من حماية وزارة الكهرباء قاموا بالاعتداء على المتظاهرين أمام مبنى وزارة الكهرباء بعد تصعيدهم وغلقهم لبوابة الوزارة احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم. فلنشاهد. مباشرة اعتداء على المهندسين، حماية الوزارة، حماية الوزارة اعتداء على المهندسين. فلنقرأ لحضراتكم التعليقات التي وردت، أو جزء من التعليقات التي وردت على هذه المقاطع. حاتم يقول: أجور وعقود لكهرباء رواتب، أجور وعقود الكهرباء رواتب منذ 8 أشهر ما مستلمين، وين الوعود الكاذبة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر ملك تقول: لعد الله يقبلها، صار 8 أشهر ما صار فين رواتب، ما صار فين رواتب لهم، ما يفكرون منين يعيشون. وفي تعليق آخر علي يقول: زين إذا الوزارة فعلا مو بحاجة إلى موظفين أو مهندسين وهم عندهم كوادر فائضة عن الحاجة، شلون؟ وفي آخر التعليقات مصطفى يقول: والله باقين وما نرجع، يا تثبيت يا ما نرجع أبد، ثورة المهندسين مستمرة. العراق فيه فائض من الموظفين، يعتبر مقارنة بعدد السكان واحد من أعلى بلدان العالم في امتلاكه لموظفين حكوميين، ومع هذا نرى هناك الكثير من الوهميين، نرى هناك عمالة أجنبية تأخذ مكان الموظف العراقي، نرى بأن هناك المحسوبية، الوساطة وغيرها من هذه الأمور التي تتجاوز بها على أصحاب الاستحقاق، وهذا كله يحدث في نظام وصف بأنه نظام فاسد من قبل العراقيين.
بعد تأخر رواتبهم لخمسة شهور، موظفو قضاء كلار في محافظة السليمانية يخرجون بتظاهرات قرب قائم مقامية القضاء احتجاجا على استمرار الاستقطاعات من رواتبهم التي وصلت إلى 21%. دعونا نشاهد. فنتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام على فيسبوك. أم مصطفى تقول والله حقهم، الله يساعدهم، شلون عايشين بهالظروف الصعبة. في تعليق آخر صلاح يقول الله ينتقم من كل المسؤولين الفاسدين، أو من كل مسؤول فاسد. نور علي تقول شنو مسعود ومسرور ونجرفان، ما يشوف الناس ما تتجوع. وفي آخر التعليقات جوان موسى تقول عاشت إيدهم، حكومة فاشلة وعصابات ومافيات يقطعون رواتب العالم، على أي أساس الناس تعبت كافي، على أي أساس الناس تعبت كافي مذلة. إذن كانت هذه التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل. وردنا مقطع عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام حول مواطن أو تجمع لمواطنين عراقيين احتجوا أمام السفارة المصرية في بغداد لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن المواطن حسين العراقي الذي كان يعيش في مصر مع زوجته ذات 20 عام، ووجهت إليه تهم بقتل زوجته في الوقت الذي يؤكد فيه أقاربه براءته من التهم الكيدية كونه من عائلة ميسورة الحال وليس بحاجة إلى الأموال على حد قولهم. فنشاهد. طلب القضاء المصري بإعادة التحقيق، والسفير المصري في بغداد اليوم واقفين أمام السفارة وأمام الجماهير وفي بغداد العاصمة الحبيبة، مطالبين بإطلاق سراح ابن حسين، لأن حسين انظلم من قبل القضاء المصري، وحسين الآن في سجون مصر متعذب متدمر مكسرة ايديه ورجليه، ولازم يطلقون سراحة لأنه العالم هاي اليوم خرجت مطالبين بإحقاق الحق. داخل العراق مظلوم وخارج العراق مظلوم، يعني ما نعرف عنه من الوزارة الكاظمية تدخل بقضية حسين، السفير المصري تدخل بقضية حسين، يعني ما يصير احنا مظلومين داخل العراق وخارج العراق، يعني قضية انسان بريء انسان مظلوم يا اخي، وعندنا ادلة بانه انسان مظلوم وانسان بريء هو، ولازم تدخل من السفير المصري تدخل اليوم فورا. أستاذ احنا جايين نطالب يعني الحكومة العراقية أن يعني تخلي يعني قيمة للشاب العراقي، يعني هو حسين رجال رايح من العراق رايح لمصر رايح هناك يشتغل، ونطالب يعني الحكومة العراقية تتدخل بهذا الحال، يسوي لنا حل يعني أستاذ. الشاعر مطوعين الله مصر العظيم، كل الشاعر مطوعين الله مصر العظيم، كل الشاعر مطوعين الله مصر العظيم، كل الشاعر مطوعين.
أهلا بكم. في فقرة صندوق الوارد وردتنا رسالة وهي مناشدة عبر صندوق بريد قناة الرافدين، دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناتكم. نحن من تجمع وطن لحملة الشهادات العليا المسلوبة حقوقهم في العراق. هذا التجمع يضم عددا غير قليل من حملة الشهادات العليا الذين يرومون تعيينهم في وزارة الدولة كوننا أصحاب خبرة وشهادات عالية، وقد خاطبنا الكاظمي ووعدنا بدرجات وظيفية، وقد وفينا بوعدنا وأنهينا الاعتصام. نطالب بالإسراع بإطلاق الأوامر الإدارية الخاصة بنا، لأن أحزاب السلطة تكالبت على درجاتنا وتحاول سرقتها خدمة لمصالحها. هذه الرسالة واردة، وطبعا بإمكان جميع المشاهدين الكرام والمشاركين معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يقوموا بإرسال ما يريدون عرضه على شاشتنا، وبإذن الله سيكون هناك مساحة لعرض الرسائل والمناشدات الواردة. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج، بعد القمع المستمر الذي واجهه متظاهرو البصرة وناشطوها منذ بداية ثورة تشرين وإلى اليوم، وحملة الاستهداف والاغتيال المستمر للأصوات الحرة فيها أمام أنظار القوات الحكومية وقائد الشرطة رشيد فليح الذين تواطؤوا مع الميليشيات المتنفذة في المدينة، أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم محاكمة رشيد فليح بعد إقالته يوم أمس بسبب قمع التظاهرات الأخيرة التي خرجت للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشط تحسين أسامة وإقالة المحافظ أسعد العيداني. دعونا نقرأ لحضراتكم التغريدات التي وردت أو جزءا من هذه التغريدات على تويتر. سجاد يقول: إقالة المجرم رشيد فليح وعدم محاكمته هي خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا بثورة تشرين من قبل حكومة الكاظمي التي توعدت بمحاسبة من تسبب بقتل الثوار، كذلك قبله جميل الشمري وغيره. إلى متى إقالة وعدم محاسبة للقتلة الذين يحكمون العراق؟ كلها الدماء السالت وتالي بس إقالة؟ في تغريدة أخرى، محمد المهدي يقول: الإقالة لا تكفي لشخص كان يحرض جنوده على قتل المتظاهرين وتفريقهم بشتى الطرق، أليس هو من نادى بأن هؤلاء المتظاهرين يستلمون رواتب من إسرائيل وأمريكا والإمارات؟ محاكمة رشيد فليح القاتل. في تغريدة أخرى كذلك، ياسر يقول: على الحكومة العراقية محاكمة رشيد فليح على ما فعله بشباب البصرة من قتل واعتداءات والسماح للقتلة بالاغتيالات، كفى مجاملات والسكوت على القتلة والفاسدين في العراق من 2003 وإلى اليوم. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، نائل يقول: يعني قالت رشيد فليح تكفي لإقناع الأيتام والأرامل بنسيان ذويهم؟ منو يعوضهم ويرجع حقوقهم؟ زين قاتل شباب النصرية جميل الشمري وين صارت محاكمته؟ الكاظمي أجبن من الجبان. هناك من يعول على رئيس الحكومة المؤقتة مصطفى الكاظمي الذي جاء وفق توافقات سياسية بأنه قد يكون رجل المرحلة وقد يكون هو الذي قادر على التغيير، لكن كل ما وعد به هي مجرد وعود أطلقت أمام وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لكما سماها الشعب العراقي حقن تخدير هذا الشعب إلى أن تصل هذه الحكومة أو الأحزاب إلى الانتخابات القادمة، أو على الأقل لأطول فترة ممكنة لبقاء هذه الشخصيات ونفس الوجوه داخل العملية السياسية. نراكم بعد قليل. في فقرة مقاطعنا المنوعة، توصل علماء إلى اختراع ضمادات نباتية مضادة للبكتيريا، دعونا نشاهد.
ننتقل إلى موضوع آخر، وطبعا الجميع يعلم بالأزمة الحاصلة بين مصر وأثيوبيا بخصوص سد النهضة وهذه المشاكل المترتبة على هذا الموضوع، وخوف كذلك المصريين من تأثر حصتهم المائية من نهر النيل أو من المياه القادمة طبعا إلى مصر. لكن هناك كارثة أخرى قد يسببها موضوع سد النهضة. الكارثة هي طبعا وهي تكمن في تأثر الثروة السمكية في نهر النيل، وطبعا هناك تحذيرات من قبل المتابعين للثروة السمكية في مصر بأن هناك قد ربما تختفي أنواع معينة من الأسماك في الفترات القادمة. طبعا في خبرنا الثالث نشاهده مع حضراتكم الآن. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.